هلو، كيف الصحة؟ إن شاء الله زينين. موضوع مهم، كل ما عليك تشوف الفيديو للنهاية بدون ما تقدم ولا تأخر. الجمهور المستهدف هو سر من أسرار نجاح مشروعك. شلون نقدر نكتشف الجمهور المستهدف؟ هواي طرق نقدر نستخدمها حتى نتعرف على الجمهور المستهدف، حتى نقدر نبيع منتجاتنا أو خدماتنا. وإذا ما قدرت تحدد جمهورك المستهدف، اتأكد أن مشروعك راح يفشل. هواية أشخاص رواد أو أصحاب مشاريع يعانون من مشكلة عدم وضع خطط تحديد الجمهور المستهدف لزيادة مبيعاتهم. هسه نجي كيف نتعرف على الجمهور المستهدف وليش وليش لماذا يتم تحديد الجمهور المستهدف. أولا، هي فقرة أساسية لبناء مشروعك ونجاحه، وإذا تمت هذه الفقرة بنجاح راح تنجح بتحديد عملائك لتسهيل أهدافك. ثانيا، راح تقدر تقلل من نفقاتك في حملاتك الإعلانية أو التسويقية، لأن من خلالها راح تقدر أنت تعرض منتجاتك أو خدمتك على العميل الصح، وكذلك راح تحصل على فائدة بيع المنتج بأقل التكاليف وبأقل الأسعار. هسه نجي كيف نحدد مواصفات الجمهور المستهدف، كذلك من خلال تحديد المنطقة أو الموقع، ومهم مهم جدا كذلك من اختيار المنتج المناسب مع مجموعة من الناس. يعني مثلا أنا فتحت بيج أو محل ملابس، راح يحصل عليه إقبال عليه من خلال المنطقة أو المكان اللي راح يتم ترويج له. ثانيا، تحديد الفئة العمرية مهم جدا من ناحية تحديد العمر المناسب للمنتج المناسب، وكذلك تحديد الجنس والعلاقات والحالة الجنسية من الرجال أو النساء. شلون نقدر نجذب الجمهور المستهدف؟ من خلال إنشاء حسابات على التواصل الاجتماعي، ومثلا فيسبوك، انستغرام، وتويتر، تيك توك، حسب نوع المنتج أو الخدمة اللي راح نقدمها. وأيضا نشر محتوى مثير للاهتمام ولجذب اهتمام المشاهدين أو المتابعين للمحتوى الخاص بنا لزيادة تفاعلهم مع منتجاتنا. وأهم نقطة هي الاهتمام في تصميم الصور ومقاطع الفيديو باحترافية من خلال تنزيل برامج لتصميم الفيديوهات وتصميم الصور. حاول أنه تستخدم البيج أو الصفحة الخاصة بيك البزنس، أنه تتفاعل مع بقية الصفحات أو الحسابات المشهورة باللايك والتعليق والكومنت، وكذلك للدخول المتابعين لحسابك وتفاعل مع منتجاتك. وكذلك ركز على هاي النقطة، أنه تخلي حسابك أو صفحتك مميزة ومثيرة للاهتمام بنشر أشياء مميزة حتى يتم التفاعل بها من قبل العميل أو المتابع. وكذلك لا ننسى أن الفئة المستهدفة بشكل صحيح راح تقلل عليك مجهود من نفقات الحملات التسويقية. وحاول لا تضيع من وقتك على أشياء ما تستحق أنه تشوفها أو تسلك الطريق الخطأ. قبل نهاية الفيديو، حاول تركيز على أهدافك ومشاريعك. إذا كان عندك مشروع، بلش به من هسه. أتمنى تستفادوا من الحلقة، ولا تنسون بلايك واشتراك بالقناة. بأمان الله.